التنوع الثقافي واللسني هو العنوان المؤطر للأيام الدولية التي تنظمها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشراكة مع الشبكة الدولية لقراصي اليونسكو في الاتصال. مؤسسة اللي تتقوم بالضبط والتقنين ديال وسائل الإعلام السمعية البصرية، كيفاش يمكن لها توضع المنهجية وتوضع الأدوات باش يمكن يعني التتبع ديالها البرامج ويعني والإشراف ديالها على أو التتبع أساسا ديال البرامج يكون يعني كيستهدف أننا نسهروا كيفما القانون يعني كيطلب منا أن هذه الوسائل يعني تعكس هذه التعددية. وتهدف هذه الندوة إلى أن تكون محطة تفكير مشترك حول مختلف أشكال تدبير موضوع التنوع من خلال التعرف على بعض الخبرات والتوصية على الصعيد الدولي. ارتئينا بأننا نعمل واحد الوقفة على ما هو مستجد في هذا النقاش على مستوى الباحثين اللي معترف لهم دوليا وخصوصا في المحافل الدولية المختصة كاليونسكو، أنه نسمع لهم على أساس أن كاين اللي عنده كتابات نظرية، كاين اللي عنده تجربة ميدانية، وإداك غادي نكونوا واحد الصورة فيما يخص هذا الموضوع على أساس بأننا في مستقبل لاحق قريب إن شاء الله أننا نطرح أيام وطنية حول التنوع في وسائل الإعلام المغربية. ويشارك في اللقاء 30 خبيرا وباحثا من ذوي الصيت الدولي المشهود به لدى الأوساط الجامعية والأممية، يستعرضون نماذج وتجارب متنوعة في التدبير الثقافي عبر العالم.